still see your shadows in my room. I can't take back the love that I give you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done, I thought you were. أحبائي سعد لي مساكم، أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم يا رب. هذا المحتوى هو مقدمة في عالم الطاقة أو عالم الذبذبات، حتى نصحح ونقيم الفهم إلى حد الآن، وندخل في تفاصيل أكثر عن ذبذبات أو معدلات الاهتزاز، ترددات الاهتزاز، لأنه لم أجد أي كلمة أخرى بالعربية تعبر عن المعنى الذي أريده، ألا وهو le tout vibratoire. قلت ترددات الاهتزازات لدى الناس بصورة عامة، والمواد كذلك بصورة عامة، لأن كل مادة موجودة في هذا الكون عندها اهتزاز، وكل إنسان عنده كذلك معدل اهتزاز. لكن لن أناقش هذا الآن، أنا راح أعمل مقدمة، ثم الفيديو الذي سيأتي فيما بعد راح أعطي لكم ما هو الاهتزاز، كيف يحسب إلى آخره. البعد الطاقي مهم جدا في العلاقات الروحية بصورة عامة، يضاف إليه البعد النفسي والعقلي والمادي اللي هو الجسم. يعني هذه الأبعاد الأربعة تمثل ديكور العلاقة لتوائم الشعلة مثلا بصورة خاصة. بالنسبة لي للتذكير فقط، شخصين موجودين بعلاقة توأم شعلة هم شخصين موجودين بالكون بنفس الوقت بنفس الذبذبة الروحية، يعني روحين بنفس المعلومات الكونية والمعلومات الطاقية والمعلومات الروحية ونفس البرمجة الطاقية، لا ميم بروغراماسيون انرجيتيك. الأبعاد كلها تتداخل فيما بينها، كل الأبعاد هذه الثلاثة تتداخل فيما بينها، ولا يجب عزلها عن بعضها، لازم تفهموا الموضوع برمته بكليته وتشوفوه بصورته الشاملة. هذه الأبعاد تتداخل في كل الاتجاهات، طول وعرض وارتفاع، زيكزاك، مثل ما حبيتوا. يعني الطاقة تمشي، الطاقة في الغالب تعمل شكل ثمانية علامة لا انتهاء. يعني أنت مثلا لو جي تعملي مساج لوجهك مثلا، فأنا نفضل يعني أنك تعمليها على شكل ثمانية، تعملي ثمانية على خدك وثمانية على جبهتك وثمانية على لحيتك إلى آخره. دايما تعملي علامة الثمانية في جميع الاتجاهات، ثمانية واقفة وثمانية عمودية وأفقية ونايمة. يعني العالم كله يعني هو عبارة عن ذبذبات، vibration، نادي vibration في كل الاتجاهات. كل الناس وكل الممالك الحيوانية والنباتية والمعادن تخضع لمجموعة من الموجات الطاقية أو لمجموعة من الذبذبات. كلنا من دون استثناء نصدر ذبذبات، يعني نحن كلنا مثل الراديوهات، لغاديو كلنا نصدر ذبذبات معينة. من خصائص التوائم أنهم بنظرة أو سوري بفطرة سوري بفطرة ربانية إلهية جاءوا على الأرض بذبذبات مرتفعة بالمقارنة مع بقية الناس. عندهم ذبذبات مرتفعة بمعنى أعلى من المتوسط، يعني عقل عالي الذبذبة، نفس عالية الذبذبة، روح عالية الذبذبة، وهكذا. مما يعطي لنا ناس واصلين إلى مرحلة أو معارف أو علوم ما يصلوش لها الكل، يعني ما يصلوش لها كل الناس ببساطة بسهولة. يعني لما ناخذ مثال، إذا حبيت نعطيكم مثال، مثلا نفس عندها نفس عالية الذبذبة، نوجدوها نفس عندها حس فني عالي وقدرات نفسية تفوق المتوسط، قدرات حسية تفوق المتوسط، يعني قدرات سمعية تفوق المتوسط. لما نقول سمع بمعنى أنها تسمع ما يسمع وما لا يسمع، يعني قد تسمع أصوات أو كائنات ميتافيزيقية. لما نقول ناس عندها عقل مرتفع في الذبذبة بمعنى أنها تفهم ما لا يفهم عند بقية الناس، يعني ممكن تكون عندها نظرة مختلفة وأشمل وأعمق للأمور من بقية الناس. أوكي؟
وهذه ليست نظرة نخبوية، دائما نذكركم، لأني أنا دائما عملتي في الحياة هي الروح تتعامل مع الروح، فبالتالي لا يمكنني أبدا أن أشجع أي عقل أو أي روح أو أي مستمع بصورة عامة على أن يشعر أو على أن يعتقد بأنه أفضل من الناس. كل ما أقوله هنا هو أن التوائم عندهم عالم طاقي، monde énergétique، عالم طاقي خاص بهم، وهذا العالم يكون في الغالب أكثر عمقا. يعني مثلا نأخذ أنثى مثلا يانغ تعيش مع إخوتها، لا أدري هنا عندها ممكن 7 أو 8 إخوة، فهي تشعر أنها مختلفة عنهم وتشعر أنها أكثر عمقا عنهم وتشعر أنها أكثر روحانية إلى آخره، رغم أنها ممكن يانغ. لذلك قلت لكم في الفيديو السابق أنه اليانغ كذلك روحاني، اليانغ يلحق يعمل بيك طاقي لما يبحث على توأمه، لأنه وصل إلى درجة كبيرة من الروحانية. ما تنسوش هذه المعلومة من فضلكم، لأنه فهمكم كله خطأ. يعني الهارب ليس قالب واحد، واليانغ ليس قالب واحد، المطارد ليس قالب واحد. الإنسان عبارة عن عدد، وهذا العدد يتغير من فرد إلى آخر، قد يصعد في الذبذبة وقد ينقص أحيانا في الذبذبة. يعني ليس هناك شيء ثابت، هذا موش علم ثابت، احنا هنا فقط نعمل نظرة أو نظرية موثوقة إلى حد ما، ولكننا لسنا بدراسة فيزياء كوانتية ثابتة يعني وجامدة. أوكي؟ طيب التوائم لماذا تلتقي الآن؟ لا، إذا تحدثنا من الجهة الطاقية، التوائم تخضع إلى نفس الجدلية التي يخضع لها الكون، الجدلية الأزلية بين الخير والشر، بين اليينغ واليانغ. يعني في العالم في الكون كاين قطبين، كاين قطب أنثوي وقطب ذكوري، وهذا القطبين في تجاذب مستمر، تجاذب أزلي منذ بداية التاريخ، منذ بداية البشرية. فلذلك التوائم بما أنهم روحين عندهم نفس المعلومات فرحين يلتقوا مهما كانت المسافات بيناتهم ومهما كانت اختلاف الثقافات ولا اختلاف اللغة ولا، لأن الروح ذكركم لا تعترف لا بلغة ولا بمكان ولا بزمان ولا بأي شيء. الروح ما هي إنتيتي، ما هي خارجة عن أي إطار مادي، ما نقدروش نحطوها في إطار مادي، ما نقدروش نعزلوها أو نأطروها في إطار مادي. نعم هذا هو الكلام. فإذا ما السبب؟ طيب تقولوا لي ما السبب، لماذا يلتقي هؤلاء الناس في هذه العلاقة المؤلمة؟ الألم هو الطريق إلى التحرر الروحي. هم يتلاقوا حتى يحرروا أرواحهم، وحتى يطلقوا يطهم عندهم حب لا مشروط، حتى يطلقوا هذا الحب لا مشروط في الكون. فغاية الكون من جمعهم، الكون علاش يجمعهم؟ غاية الكون من جمعهم هو ماذا؟ هو زيادة ذبذباته بواسطة الحب لا مشروط الموجود عندهم. التوائم بصورة عامة من الولادة، من دوبي لا نيسانس، من الولادة هم يولدون وهم بذبذبات مرتفعة، يعني دوغيجين، هذه النسخة الأصلية لهم، أصليتهم، يعني لا فيرسيون ريال عندهم. قلت هم يولدون بذبذبات مرتفعة، وإن كانت الظروف العائلية غير مناسبة لترددهم المرتفع، فيحين يدخلوا أكيد في صدامات مع الأهل ومع الإخوة وإلى آخره. ولكن لاحظوا ترددهم المرتفع رح يخليهم يتجاوزوا الأمور السيئة، وممكن ينقصوا في درجة، يعدلوا يعني ينقصوا في درجة ترددهم الأصلي حتى يتوالموا أو حتى يتلائموا مع الناس المحيطة بهم. وهذا هو الذي يؤخر التعرف الروحي عند التوائم ببعضهم البعض. يعني أحيانا يتلاقوا التوائم وما يعملوش كونكشن بيناتهم حتى بعد عام أو عامين أو 10 أو 9 لقاءات. لماذا؟ لأنه بكل بساطة أحد الطرفين يحتاج إلى تعديل أو إلى رفع تردده حتى يتحقق هذا التعرف الروحي، وأنا نسميه تعرف عددي، بمعنى أنه لشيفق العدد الأول رح يعمل معادلة مع العدد الثاني.
الطاقة لما تتكتل يعني تنقص في الكثافة تعطلنا الأجسام، بمعنى إحنا في الترددات المنخفضة لما نكون في أجسامنا، يعني نكون في الترددات المنخفضة، وهذا يعطلنا كل ما نحس به على مستوى الجسم، ويعطينا كذلك في طبيعة المعادن، يعني المعادن كل ما هو صلب، يعني كل ما الذرات تجاذبت مع بعضها البعض، يعني البروتونات مع الإلكترونات كل ما تجاذبت في بعضها البعض تعطينا أجسام صلبة، ومن بينها الجسم الإنساني أكيد. وهذا القانون، يعني هذا القانون اللي هو قانون كوانتي، يعني قانون ثابت، تخضع له جميع الطاقات، طاقات اللي نسميها الأجساد الطاقية أو الأبعاد العشرة الموجودة عند كل جسم. وأرجو أنكم ترجعوا لفيديو الطاقات الموجود بقناتي حتى تفهموا الموضوع، لأنه مش راح يكون صعب علي أني نرجع لجميع التفاصيل. نفس الجدلية هذه يخضع لها أجساد التوائم، يعني الكوغ A مع الكوغ B، يعني نفس الجدلية اللي يخضع لها الكون يخضع لها كذلك أجساد التوائم بصورة عامة، بمعنى إنتاج الذبذبات التي تصدرها جزيئات وخلايا جسمك أنت، لاحظوا، ستجذب، لازم تتبعوا معايا حتى تفهموا هذه النقطة، ستجذب الذبذبات التي تنتجها خلايا وجزيئات جسم الآخر. سؤال، لماذا؟ لأن الروحين يملكان نفس المعلومات، نفس البرمجة الإلكترونية، نفس البرمجة على مستوى البروتونات إلى آخره. واليوم اللي تعرف فيه اليوم اللي تعرف فيه الروح ألف أنها تملك نفس المعلومات بالنسبة للروح بي، رح يبدأ ليشانج إنرجيتيك، رح يبدأ تبادل في الطاقات، يعني وهذا الطبيعي، مثل النبتة لما تحطوها أمام يعني مركز من مراكز الشمس، أو نافذة مثلا نافذة في المنزل مثلا، فتجد أن يعني أنها تتجه نحو الشمس. هذا هو الطبيعي يعني في الكون، لأن طاقة النبتة تحتاج إلى الضوء حتى تنمو. ونفس الشيء، لذلك دائما نقول في فيديوهاتي لا تقطعوا التواصل، ولكن للأسف أنا أرى تعليقات دائما عملت كذا وعملت كذا وسبيت واشتمت وعملت بلوك، ما نعرفش كيفاش نحكي معكم أحيانا يعني. طيب، قلت اليوم نعرف علميا أنه فيه 10 عوالم طاقية موازية للمادة، أي كل مادة بما في ذلك الجسم البشري لها 10 عوالم طاقية أو 10 موجات تطلع منها وتتفاعل مع الموجات الكونية أو مع الطاقة في الكون بصورة عامة. طيب، تقولوا لي هنا ما هو الغريب؟ هنا ليس هناك أي شيء غريب، المعلومة نعرفها، الغريب هو عند التوائم، الغريب عند التوائم أنه موجاتهم الطاقية تتواصل، les ondes énergétiques se communiquent في بعضهم، يتواصلوا في بعضهم، يتحدثوا مع بعضهم. فكل ما كانت الموجة قوية عند أحد التوائم كل ما وصلت للآخر. نعطيكم مثال، الذبذبات القوية لفكر المطارد وعقله تسيطر على الهارب، والذبذبات القوية لروح الهارب أو لجسمي الكوزال أو جسمي السببي تسيطر على المطارد. فهمتوا بشوية؟ يعني أنت مثلا لما تشوفي لسلوكي هاربي كيكي، أنت تقولي هو لا يحبني، بعقلك تقولي هو ما يحبنيش، ولكنك تعرفين بروحك أنت تعرفين ومتأكدة بأنه يحبك. وهذا هو الفرق ما بين العلم الروحي، أنا نسميه معرفة، ما بين المعرفة الحدسية والمعرفة العقلية. المعرفة العقلية تستنتج،
والمعرفة الحدسية تعرف، السي تعرف، روحك تعرف. لماذا تعرف تسألوني؟ لماذا هذا الروح تعرف رغم كل المشاكل، رغم كل البلوكات والمآسي اللي صايرة؟ لأن هذا الروح عندها المعلومات مسبقا من المصدر، لأنهم من المصدر مبرمجين بنفس الصورة. دي دوبل موندام، بمعنى روح عندها مثل ما قلت نفس المعلومات، نفس الفايبريشن إلى آخره. وتقولوا لي كذلك سؤال آخر، كيف تم هذا العلم؟ نجاوبكم عن طريق الشاكرات، عن طريق ترددات الشاكرات. لذلك نقولوا كل ما توازنت الشاكرات كل ما توازنوا التوائم على المستوى المادي. لماذا؟ لأنهم رح يدخلوا في نفس الذبذبة، رح يقولوا على نفس التردد. أوكي؟ فكخلاصة، التوائم تتعرف على بعضها البعض بعد ما تجذب، ها يعني ناتيرانس كوسميك، بعد ما تجذب ترددات أحدهما ترددات الآخر. وأنا ما يهمني شكون يجذب الآخر، سواء المطارد ولا الهارب، سامي أبسوليمون تيغال، لأن الروحين بالنسبة لي كيف كيف يعني متشابهين. فقلت لما تجذب ترددات أحدهما ترددات الآخر. لماذا؟ لأنهم ينتمون إلى نفس الموجة الطاقية أو نفس الموجات، لأنه كان 10 موجات، فهمتوني؟ أنهم 10 موجات. فممكن الواحد منهم أو الواحد فيهم ما يكونش في نفس التردد. فمثلا أنت لما التقيتي بتوأمك ما حسيتي ولا شيء مثلا من ناحيته في المرة الأولى. لماذا؟ لأنك أنت كنت نازلة في الذبذبة، هو كان على الذبذبة الأصلية للروح، وأنت كنت نازلة في الذبذبة وما كنتيش معاه في نفس التردد، لذلك ما حسيتيش. لما تصعد طاقتك راح يحصل ما يسمى the spiritual connection أو تعرف الروحي. اوكي، لكن ان جنرال بصوره عامه انتم في نفس الموجه، سواء كنتوا سالبين او موجبين. اوكي، لماذا؟ لانكم انتم تشكلوا جزئين لما يسمى بالبيضه الطاقيه الكونيه، لوف كوسميك. البيضه الكونيه الطاقيه اللي هي الين واليانغ، كل الارواح بدون استثناء تخضع لقواعد ثابتة في الكون، وكلها تمشي حسب ما نطلب نحن. يعني كل الأرواح تمشي حسب مطالبها. طلبتي السلبي يجيك السلبي، طلبت الإيجابي يجيك الإيجابي. وأنا شرحت أذكر في فيديو سابق كيف تجذب روح التوائم اليانغ أو العكس نظيرها الروحي، لا أذكر أي فيديو. أنا بالنسبة لي هما روحين من نفس البويضة الكونية، يعني هم خارجين توائم، خارجين من نفس البويضة الكونية، من نفس المصدر، لكن بنفس الإلكترونات وبنفس البروتونات، يعني الكوارك الموجود في الكوارك اللي هو أصغر جزء موجود في أصغر جزء ماكروسكوبي موجود في الذرة، هم يحمل نفس المعلومات، ولكن هذين الروحين موجودين في جسمين هذا هي تقريبا نقدر نقوله. لذلك قلت لكم الروح لا تنقسم، ما نقدروش نقوله هي روح انقسمت إلى قسمين. هي روح تحمل نفس المعلومات دي دوبلي، يعني دابل مزدوجة في جسمين مختلفين، دوبلي دام. أتمنى راح أعمل فيديو حتى أشرح فكرتي، لأني مش راح نطول فيها اليوم، لكن راح نرجع لها ونشرحها بصورة مبسطة. يعني بكل بساطة هي ليست روح مشروخة أو مقسومة، هي روح موجودة على نسختين في جسمين مختلفين. ويبقى على رأيي أكيد، يعني لا أنا لا أجبر أي أحد أنه يفكر مثلي. طيب، الروحين هذو يتناسبوا أو يتناسبوا على المستوى، حتى يتناسبوا على المستوى المادي لازم يبدلوا ترددهم الطاقي. لاحظوا، لأنه الترددات الطاقية تخضع للعوامل النفسية البسيكولوجية والطاقية إلى آخره. فأنت مثلا إذا كنت في حالة سلبية فلوتو فيبغاتوار تاعك تاع النهار راح يتغير في ذلك اليوم، لأنه الأرواح في الغالب تخضع بصورة عامة لشيفرة عدد يكون هو بمثابة تردد الاهتزازي لتلك الروح في ذلك اليوم بسبب العوامل الخارجية اللي تعرضت لها.
أو الأفكار، المعتقدات، القيم، المبادئ، الدين، لا أدرينا، كل شيء، الترومات، كل شيء، المشاكل الاجتماعية إلى آخره. الأرواح على مستوى لما نجو نفهموا الأرواح تعرف بعضها البعض، عند التوائم أرواح يعرفوا بعضهم البعض ومتفاهمين يعني بصورة جيدة، ولكن العوائق الأخرى اللي كنت نتحدث عليها الآن، الترومات والإيجو والصحة النفسية والجسمية إلى آخره والفلترات، هي هذه كلها يعني مادية، هي كلها تمنع اتحادهم على أرض الواقع يعني. لذلك تعديل التردد يمر من خلال كل العمل والتشافي الذي يقوم به الإنسان أو الذي يقوم به التوأم على جسمه ونفسه وعقله وروحه، وهي في الغالب هذه الأعمال هذه أعداد صغيرة جزئية توصلنا إلى عدد كلي، العدد النهائي. فلما ترتفع نفسيا وجسميا وعقليا وروحيا ولو شوية فقط، يعني ولو ارتفعت شوية فقط يعني نسبة قليلة فقط، فالروح ستعرف أنكم على الطريق الصحيح أو على الطريق السليم، وتولي تبعث لكم إشارات جيدة، تبعث لكم إشارات إيجابية أو طاقات إيجابية من الكون حتى تساعدكم، فهمتوني؟ وكذلك في نفس الوقت تبعث لنظيرها الروحي للتوأم عندكم، تبعث له كذلك الإشارة الصحيحة بصورة أوتوماتيكية. ممكن أنتم لا تلمسون أو لا تلمسون هذا التغير عليه أو لا ترون النتائج على سلوكه مباشرة، لكن أنا نأكد لكم أنكم بمجرد ما تضعوا اللبنة الصحيحة في بناء أنفسكم راح تحدث تغيرات كبيرة على مستوى الطرف الآخر. وأتمنى أنكم توثقوا في كلامي، لأني بحثت في هذا الموضوع وأنا لا أتكلم عن فراغ يعني. ثقوا بأنكم لو عملتوا صح على أرواحكم من دون ما تسيطروا، من دون ما تفكروا تضغطوا على الآخر، راح توصلوا بسرعة. فتخبيه بخصوة تخدموا لأرواحكم مش للآخر. لازم تعملوا لأنفسكم، لأنكم ما تقدروش بكل بساطة تخدعوا أرواحكم. لا يمكنكم أن تخادعوا أرواحكم. أرواحكم تعرف كل شيء يعني، فما يمكنش تقولوا لها بالكذب أنكم تعملون من أجلها وأنتم تعملون من أجل الآخر. فأتمنى تكونوا فهمتوني. للتذكير لهنا الفكرة، ماذا الفكرة؟ هي الفكرة لما تفكري أنت، الفكرة هي طاقة تنتقل من مكان لآخر بغض النظر عن المسافات أو بغض النظر عن أي شيء، يعني أفكاركم توصل للآخر. إذا أنت فكرتي فيه بصورة سلبية رح يوصلوا تفكيرك، إذا أنت فكرتي فيه بصورة إيجابية كذلك رح يوصلوا تفكيرك. ومن هذا يعني من هذا نحب كذلك نقولكم أنه إذا كان العاطفة جيدة فرح تكون الفكر الناتج عن العاطفة رح يكون جيد. بمعنى أنت إذا كنت في عاطفة إيجابية فكرك رح يكون إيجابي، وهذه الإيجابية رح تنتقل للشخص الآخر ورح يفكر كذلك هو فيك بصورة إيجابية. وإذا كنت خايفة فهذه العاطفة رح توصل للعقل ورح تبحثيها كذلك عبر الكون ورح يوصل خوفك إلى الآخر. فلادي نعطيك مثال، كل ما كنت خايفة أنه يكون مع أخرى رح يوصلوا الخوف ويحطك أمام ذلك الخوف بكل سلوكاته وتصرفاته. طول ما أنت خايفة أنه يبقى مع المرأة الأخرى رح يبقى مع المرأة الأخرى. لماذا السؤال؟ هل هو سادي؟ هل يريد تعذيبي؟ الإجابة هي أنه يريد أن يضعك أمام خوفك، أمام الوحش الذي تخافين منه حتى تواجهيه وتقتليه. أنت لازم تواجهي هذا الخوف وتتخلصي منه. أنت لساتك مريضة يعني، الروح عندك مازالها تعاني، أوكي؟ والروح الأخرى تعرف أن روحك تعاني، لذلك راح توضعك دائما أمام الوحش أو الوحوش التي تخافين منها، حتى ماذا؟ حتى تتعاركي أو حتى تدخلي في معارك روحية مع هذه المخاوف وتقضي عليها تماما. أنت في كل مرة راح تلمسي الألم وتتألمي وتخرجي منتصرة، تخرجي بنتيجة مهمة كذلك، أن ذلك الوحش الذي كنت تخافين منه في الماضي منذ طفولتك لم يلتهمك، وما زلت حية، ما زلت موجودة، وما زلت قوية. وهذا هو النجاح الروحي.
التحرر من الإيجوهات المزيفة، الإيجوهات الذكورية والأنثوية، الإيجوهات الجنسية، الإيجوهات الاجتماعية، كل المخاوف، إيجوهات النفسية. أوكي، والحديث هنا يطول جدا، سأغلق هذا المحتوى ورح أنزل لكم بعده كبسولات صغيرة. أعرف أنه الليل عندكم أعتقد الآن، لكن ممكنكم تشوفوها غدوة إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.